السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا احلى متتبعين لقناتي. وصفتنا اليوم هي وصفه مميزه جدا، وهي كيفاش نخرجوا الزبده من الحليب بطريقه سهله والنتيجه ولا اروع. كما كتشوفوا عندي هنايا الحليب، عندي 6 يطرد الحليب. هذا الحليب كان عندي جبته هذه 3 ايام، 3 ايام وهو مغطي حتى دار ديك الطبقه الصفراء الفوق، خليته حتى دار ديك الطبقه، لان ديك الطبقه هي اللي غادي نحتاجوها للزبده. بسم الله على بركه الله، غادي نحيدو ديك الطبقه الصفراء كامله، نحيدوها نديروها في مونينيكس كما كتشوفوا. الخاله ديالي هي اللي راها كت هي اللي راها كدير لينا الزبده، ونتمنى تشجعوها. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يرتل في حزن انتبهت له، فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله، رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله. بحثت في ليل قلبي. بعد ما حيدنا ديك الطبقة الصفراء كاملة، بقات لينا تما غير الطبقة البيضاء اللي هو الرايب، حتى هذاك غادي ناكلوه، غادي نحتاجوه، حتى حاجة ما تضيع غادي نديرو به الرايب ونديرو به اللبن، يعني كلشي غادي نديرو به ثلاثة د الوصفات، به رايب وبه لبن وبه الزبدة. كما كتشوفو حنا كان خديناه كنطحنو في مونينيكس. درنا معاه واحد نص كاس د الماء، غير نص كاس د الماء صافي، وكيتطحن طحنوه مزيان. كما كتشوفوا هي الزبده، هذه هي الزبده، غادي تشوفوا كي غادي نصفيوها وغادي تبان لكم. بحثت في ليل قلبي عن سنائي هدى، فلم أجد غير بدر. هاي الزبدة ديالنا، هاي كنصفيوها، كنصفيوها بالحليب. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟
فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناي هدى فلم أجد غير بدر ظل منزله ورحت مستقبسا نور السماء سنا حتى أوزعه شمعا وأشعله يا ربي تعلم ما قلبي وخفقته فإن غفرت فما أحلى وأجمله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله رفعته لك قلبا ملؤه أمل هاش حاج بدنا الزبدة وداك اللي بقى لينا خويته داك اللي صفيناه خويناه هنايا خليناه مونيريكس غادي نطحنوه صافي هذاك البن هذاك نحتاجو نشربوه البن نطحنوه ونخليوه البن نشربوه ندوزو نغسلو نحيدو الحليب بالزبدة غادي نحيدو بها كاع داك الحليب نغسلوها نديرو عليها الماء نغسلوها مزيان حتى يمشي داك الحليب ما يبقاش تبقى غير الزبدة سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله الذنب يثقله والعشق يحرقه فأين أمضي وحول الوزر والوله يا ربي خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن هنا درنا عليها شوية الملح شوية الملح وغادي نغسلوها رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله بحثت في ليل قلبي عن سناي هنا صافي هيا الزبدة ديالنا هيا شحال جابت لنا 258 غرام هادشي اللي جبدنا ما شاء الله تبارك الله كما كتشوفوا دابا راه عندنا السحور درنا هنايا الرايب هذا هو الرايب اللي كان عندنا اللي حيدنا بداك الحليب والزبده ها هي ايوا هذا هو السحور ديالنا الزبده والرايب واتاي والخبز شي حاجه خفيفه وهذا الشيء ما كاين وشكرا لكم على المتابعه والى فيديو اخر ان شاء الله ومع السلامه